أيمكنني ائتمانك على السر؟ بكل تأكيد. سمعت المرشد ريحان يتحدث إلى المبعوث آنفاً. سأله المرشد ريحان عن احتمال تعرضنا لهجوم إذا تعاوننا مع المتمردين في بغداد. هل نحن بأمان هنا في ألموت؟ لا أعلم ذلك، لكنني أشفق على من سيهاجمون عش الصقور هذا. لا تبتعد. كيف تسير الحراسة؟ لا شيء يحدث في ألموت، وأنا جائع. لم نصل إلى الأخدود الرئيسي. ممتاز، سنبدأ من هناك. شكرا لك. هيا يا نور، اتبعني. ألا تتوق إلى استهلال عمله؟ بلى، أشعر أنني كنت أستعد لهذا طيلة حياتي. لم أنم في الليلة السابقة على تكليفي، وذلك من فرط الحماسة المشوبة بالخوف بكل صدق. جميعنا نخشى المجهول، لكن بانتظارنا مجهول أعظم بعد أن نبدأ عملنا. تتحدث عن التنظيم؟ أراهم مثل الوحوش في الحكايات، يختبئون في الأركان والأزقة المظلمة. الفارق بينهما أن التنظيم حقيقي. ما الذي يريدونه؟ يريدون بسط سيطرتهم على بغداد، يريدون السلطة. هذه مهجة مدهشة. قريباً ستحظى بصقرك الخاص. عرفني فولاذ بصقر يسمى إنكيدو، قال إن بيني وبينه كثيراً من الخصال المشتركة، ولم يكن يقصد المدح. إنها ترى شيئاً، اتبعني. بهدوء يا باسم. أعثر على مخبأ. ما هذا المكان؟ نحن قرب معسكرهم، سنتفوق عليهم حتما. استعدوا، كفوا عن إثارة الضجيج. بسرعة، أنا خلفك. علينا الهجوم بسرعة. أوافقك. أنت توقف، عليك اللعنة. كلب جبان، أمسك به. لا تستسلم، واصل القتال. تذكر تدريبك للجحيم. أنا أراك على يدي. أجل، لا ترحم أحدا. لا يشبه الأهداف الخشبية، صحيح؟ ليس الأمر كذلك. هذا السيف، ماذا به؟ مرتزقة بغداد يستخدمون هذه الأسلحة. يجب أن نحذر الآخرين.
مرتزقة من بغداد. كيف تعرف ذلك؟ ميز باسم طريقة صنع السيف، أنا أصدقه. أحضره هنا. كيف عرفت أن هؤلاء الرجال من بغداد؟ لقد نشأت في شوارعها، رأيت سيوفهم تلك مرات عديدة وعن قرب. خلف كل جماعة من المرتزقة رجل يأتمرون بأمره. أجل، وعلينا التصرف إن أردنا معرفة من يكون. سنعود إلى بغداد ونلتمس مساعدة علي بن محمد. بالتأكيد صاحب الزنج، إنه خطير وأحمق ضال. ربما، لكنه أحد حلفائنا المعدودين في بغداد، نحتاج إليه وإلى رجاله. سوف أرجع إلى بغداد. اذهب إلى علي، اكتشف إذا كان التنظيم أرسلهم. سأفعل. وفقك الله. بالتوفيق. وداعا، أراك لاحقا. السلام عليكم يا باسم. علي أن ألتقي بالحسن، إنه ينتظرني. يساورني شعور غريب أيها الحسن، نفسي أهدأ مما كنت أخالها. خلت أنها ستكون كالبحر الهائج، لكنني هادئ ومطمئن. ذلك لأنك نذرت نفسك للتدريب ولم تترك مجالا للمصادفة. خذ هذا يا باسم، إنك تستحقه، إنه تكريم عظيم، لا أظن أنك تدركه. المعلمة روشان تنتظرني مع الآخرين. وداعاً، وشكراً لك أيها الحسن. ليتني. يوم عظيم بالنسبة له. ستشرف. كيف تشعر؟ مستعد للقفزة،
أود أن تعلم أني شرفت بمراقبتك خلال مسارك كمبتدئ وكرجل. إنني ممتن لك على تمهيد السبيل أمامي. هذا شرف لي. هيا، رداءك الجديد في انتظارك. إنه يناسبك تماماً. هيا، لقد حان الوقت. كيف شعرت في ذلك اليوم الذي مر عليه زمن؟ شعرت بالخوف. تصببت كفاي عرقاً وكانت ركبتاي ترتجفان. لا أستطيع أن أتخيلك خائفاً. اسمح لي بأن أبوح لك بسر في هذا اليوم الجليل. التحلي بشجاعة يعني أن تتصرف في غمرة شعورك بالخوف الشديد. باسم ابن إسحاق، هل أنت على استعداد لأن تهجر حياتك وتسير في درب الظلال؟ نعم. هل أنت على استعداد لنبذ كل ما ظننت يوماً أنك عليه وللتضحية بالغالي والنفيس؟ نعم. إياك أن تنسى العهود التي قطعتها على نفسك. أبعد نصلك عن الأبرياء. اختبئ على مرأى العيان. إياك وأن تكشف أمر الأخوية. ثم ستغادر الظلام نحو النور. ومن النور ستعود إلى الظلام. باسم ابن إسحاق، إنك الآن تتبع سبيل الصقر. مرحبا بك أيها المستتر. مت وبعثت من جديد. قاتلني الآن نداً لند. أفقدت تركيزك ثانية؟ إليك هذا. لقد أحسنت تدريبي يا روشا. بأي سلاح سأضرب ضربتي المقبلة؟ ما رأيك بهذا التركيز؟ أم السيف؟ أعلمه كلب.
ساعدوني نور. نور، لا تجهد نفسك، ادخر قوتك. لقد سافر دون استعداد، غادر بغداد على عجل. إليك هذا، اشرب. علي لقد اختفى، أخذوه خلال الليل. من؟ التنظيم. انقلوه إلى خيمتي. اختفاء علي يجعلنا كالعميان. صارت تحركات التنظيم في بغداد خفية عنا. يجب أن نذهب إلى بغداد. روشان، باسم، اذهبا مع فولاذ، فلتغادرا. باسم، لنواصل التحرك. أود أن ألقي نظرة في الأرجاء أولاً، أتسمحين لي؟ تناديني بغداد وما حولها. لا بأس، لكن لا تتأخر، ينتظرنا عمل كثير عند وصولنا إلى الحربية. ابحث عن ساحة مسقوفة بعريشة تقع قرب مسجد الشارع، كان نور يرصد الأنباء في ذلك المكان، سنذهب إلى هناك.